الجزائر كانت لها مواقفها المبدئية، مواقفها التاريخية، مواقفها الثابتة بالنسبة إلى قضية فلسطين وقضية شعب فلسطين. كنا نعبر عن هذا المعنى وعن هذا الشعار، وكنت دائما أحب أن يكون هذا الشعار كما يدل على حقيقة الجزائر وأبنائها وولاة أمرها، الجزائر مع فلسطين في السراء وفي الضراء. كان هذا عبر العقود، وهو اليوم أكثر ثباتاً وأكثر رسوخاً وأكثر بياناً، ولا سيما في ظل هذه الظروف الأليمة، ظروف الحالكة التي يمر بها شعب فلسطين، ولا سيما أهلنا وأشقاؤنا في غزة. أظهرت الجزائر من خلال منابر عدة، من خلال ما أعلنه السيد الرئيس في أكثر من خطاب وفي أكثر من منبر، وفي دعوته المتجددة إلى إعطاء هذه القضية وإلى تبوئها المكانة، إعادتها إلى مكانتها المستحقة باعتبارها هي القضية الأولى، القضية العادلة، القضية الأولى للأمة، ومن خلال مسعاه لإقامة هذا الحق ومسعاه من أجل استرجاع هذا الحق، ولا سيما دعوته ومسعاه للم الشمل الفلسطيني لوحدة الصف الفلسطيني، ومسعاه لدى الجهات الدولية وللمنظمات الأممية من أجل تفعيل هذه القرارات التي كانت عبر العقود وبقيت إلى الآن لا تجد طريقها إلى التنفيذ، من أجل استعادة الحق الفلسطيني، من أجل إقامة دولة فلسطين بسيادتها الكاملة، الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.